انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي على مستوى القارة، مع فتح هولندا أول مكاتب الاقتراع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. نعم، وتعد الانتخابات الأوروبية نقطة تحول هامة في التاريخ السياسي للتكتل، إذ أن نتائجها لن تحدد ملامح البرلمان فحسب، بل ستعكس أيضا الاتجاهات السياسية المستقبلية للقارة بأكملها. منذ اليوم وحتى الأحد المقبل تعيش دول أوروبية مرحلة الغليان السياسي على واقع الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تأتي على غير سابقاتها. ومع فتح مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا، انطلق قطار الانتخابات البرلمان الأوروبي في جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة لانتخاب 720 نائبا. ودعي الأوروبيون البالغ عددهم 370 مليونا للإدلاء بأصواتهم على وقع نواقيس الإنذار بنشوب حرب واسعة على حدودهم الخارجية. وتعد هذه الانتخابات هي أشرس معركة سياسية للقارة العجوز، وتأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تشير التوقعات لزيادة نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، ما قد يؤدي لتغيرات جذرية في توازن القوى بالبرلمان الأوروبي. ومما لا شك فيه أن هذه الانتخابات تستحق توصيفها بأنها الأهم طيلة 45 عاما من الانتخابات الأوروبية، إذ تحمل في طياتها مخاطر جنوح الاتحاد نحو المزيد من الانغلاق وبناء الأسوار على حدوده الخارجية، والتخفيف من الجرعات التضامنية بين أعضائه، وتحصين الجبهة الشرقية التي يؤرقها التهديد الروسي. ومن المستجدات التي تحملها أيضا هذه الانتخابات الأوروبية أن البرلمان الجديد ستكون له الكلمة الفصل في حسم توزيع مواقع القيادة في مؤسسات الاتحاد، وبالتحديد رئاسة المفوضية التي تطمح إليها مرة ثانية فون دير لاين. ومتابعة لانتخابات البرلمان الأوروبي، ينضم إلينا من باريس رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للسياسات ناصر زهير. أستاذ ناصر، بعد التحية، انتخابات مهمة يخوضها الأوروبيون انطلقت من هولندا اليوم وتستمر لمدة 4 أيام، أين تكمن أهمية هذه الانتخابات وما أبرز التحديات برأيك؟ نعم، تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني أهمية هذه الانتخابات الآن تأتي في وقت حساس للغاية في تصاعد اليمين المتطرف الأوروبي، وأيضا أن الاتحاد الأوروبي يشهد حالة من الغليان في السياسات الاقتصادية والدور السياسي الأوروبي، خاصة بعد حرب أوكرانيا. ولذلك الآن هناك ما يشبه التصويت في مسألة أن اليمين المتطرف يمكن أن يأخذ أصوات أكبر من الانتخابات الماضية، ويمكن أن يكون متواجد في البرلمان الأوروبي بشكل أقوى، ويكون هناك سياسات تعزز اليمين المتطرف. ولكن حدث متغير في الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية، دعيني أقول قلب الطاولة نوعا ما، وهو الدعم الكبير الذي يحظى فيه الآن اليسار الأوروبي أو اليسار الفرنسي بالتحديد أيضا في مسألة حرب غزة وتأييده لوقف القتال، ومسألة إعطاء الدولة الفلسطينية وحقوق السلام، وأيضا اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالدولة الفلسطينية. يعني بمعنى أنه هناك أصبح هناك حالة من التوازن بين اليمين واليسار في حظوظهم في البرلمان الأوروبي. نعم، يعني كما أشرت، هل تعتقد أن القضية الفلسطينية وما يحدث الآن في قطاع غزة سيؤثر على استطلاعات الرأي التي أشارت إلى تقدم ملحوظ اليمين المتطرف؟
بالتأكيد، لأنه هناك متغير مهم جدا الآن، بأنه لديك نسبة 10 إلى 11% من الأوروبيين المهاجرين من أصول مهاجرة أو الأوروبيين المسلمين، وهؤلاء كانوا لا يصوتون في الانتخابات الأوروبية بشكل كبير، يعني لا يعطونها أهمية مثل الانتخابات الداخلية في بلدان مثل فرنسا وألمانيا. الآن مع التغيرات التي حدثت وخطر تغيير سياسات الاتحاد الأوروبي حتى فيما يتعلق في قوانين الهجرة على سبيل المثال، هؤلاء سيصوتون بنسبة كبيرة للغاية، وهذا أيضا سيؤثر على نتيجة التصويت. لا يمكن أن نتوقع هزيمة لليمين المتطرف الأوروبي، لأنه هو الآن في أوج صعوده، وبالتالي يأخذ مقاعد أكبر، لكن على أقل تقدير أن يتم السيطرة على هذا الصعود، ويكون صعود متوازن بمقابل صعود أيضا لليسار، وعدم إعطاء الأولوية المطلقة لليمين المتطرف. هذا هو المتوقع الآن بالنسبة للانتخابات الأوروبية، وأيضا سنرى كيف سيكون شكل البرلمان الأوروبي القادم بقيادة ملفات حساسة للاتحاد الأوروبي تتعلق في السياسات الخارجية، السياسات الدفاعية، السياسات الاقتصادية، الانفصال عن الولايات المتحدة، الاستقلالية في القرار. كل هذه النقاط ستكون موجودة في أجندة التصويت، وستعمل عليها الأطراف في الأيام القادمة المتبقية من الانتخابات. نعم، ما كنت أريد أن أشير إليه أنه في حال وصل اليمين المتطرف، ما الأثر الذي سيحدثه على السياسة الأوروبية برأيك؟ بالتأكيد سيكون هناك أولا تغييرات فيما يتعلق في سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي، لأن اليمين المتطرف ينتقد السياسات الحالية، على الرغم من أنه أيضا الدول الأوروبية تحتاج إلى خبرات وكفاءات من المهاجرين. ألمانيا على سبيل المثال تحتاج 400,000 مهاجر سنويا حتى يبقى الاقتصاد الألماني في نسبة النمو. أيضا سيكون هناك تأثير على وحدة الاتحاد الأوروبي، لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة هي لا تؤمن أساسا بالاتحاد الأوروبي ككتلة، هي تؤمن بتعزيز المصالح الوطنية الشعبوية، وهذا يؤثر على الاتحاد الأوروبي وقوته وتقويض هذه القوة لكتلة اليورو والسياسات الاقتصادية. أيضا تعزيز، وربما هذا الأمر يكون سلبي إيجابي، تعزيز سياسات الحمائية الاقتصادية، وأن يكون التركيز هو على الاقتصاد الأوروبي بدلا من دفع مبالغ طائلة في الحرب في حرب أوكرانيا. وما يقول بعض أو ما تقول بعض أحزاب اليمين المتطرف بأنه حرب لا طائلة منها بالنسبة للأوروبيين. نعم، من باريس رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف أستاذ ناصر زهير، شكرا جزيلا لك.